اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده وفي وقت جديد من برنامجكم عبر الكتاب برحب بكم برحب باسئلتكم وبمداخلاتكم وبرحب بكل استفساراتكم حول موضوع هذا اليوم زلنا بنكمل ثالث حلقاتنا النهارده الجزء الثالث من سلسله حلقاتنا لو متابع معانا في تخ... تحريف مخطوطات الكتاب المقدس وكان سؤالنا من ثلاث حلقات بداناه بهل تم فعلا تحريف الكتاب المقدس هل في تحريف هل في تدخل بشري في الكتاب المقدس؟ شفنا في أول حلقة بسرعة أذكركم إنه اتكلمنا عن العهد القديم وباستفاضة كبيرة جدا والحلقة الماضية اتكلمنا عن مخطوطات قمران وادي قمران اللي اكتشفت حديثا عن مخطوطات العهد القديم قبل كده والحلقة اللي فاتت شفنا مخطوطات العهد الجديد وإزاي استلمناها وشفنا أنواعها وشفنا مصادرها وشفنا الإختلافات أيضاً اللي موجودة فيها النهاردة هنكمل مع الدكتور أشرف عزمي أهلاً بيك يا دكتور أهلاً أشرف أهلاً بيك. بيك بيتر وأهلاً بالإخوة المشاهدين في كل مكان أهلاً بيك النهاردة هنكمل هتاخدنا في الجديد بقى النهاردة بنكمل آه احنا يعني موضوع المخطوطات ده موضوع مهم موضوع جداً كبير أنا زي ما قلنا في اكثر من حقيقه عن مخطوطات العهد الجديد. اول حقيقه الفتره الزمنيه ما بين الحدث وما بين المخطوطه قصير جدا يعني وقلنا انه الرب يسوع له كل المجد بعد ما اتم خلصنا ومات من اجلنا وقام وصعد الى الفتره اللي بدات فيها الكتابات العهد الجديد تكتب وقلنا اول رساله بحسب علماء العهد الجديد بيحطوا غلاطيا سنه 48 وبعدين الاناجيل و... واخر حاجه كتبها الرسول يوحنا الحبيب سنه 92 90. فالفتره الزمنيه ما بين الحدث وما بين كتابه العهد الجديد فتره قليله جدا مقارنة بكل الأشياء اللي قبل كده و... وده بيقول لي انه عدد كبير من اللي كانوا موجودين أيام المسيح ما زالوا أحياء م. فالكتاب المقدس كتبه شهود عيان م. وشهود العيان دول كان في شهود عيان آخرين كثيرين زي ما قال الرسول بولس في كلامه عن قيامة المسيح لما كلمنا عن انه المسيح مات وقبر بحسب الكتب والمسيح قام وظهر بحسب ايضا الكتب وبعدين حط لنا طويله وفي اخر الليسته دي قال لنا وقد ظهر لاكثر من 500 اخ وحتى عباره مهمه قوي اكثرهم باق الى الان بمعنى يعني انا مش بتكلم بعد قيامه المسيح بمئات السنين الشهود دول موجودين وتقدروا ترجعوا لهم وتسالوهم الذين ظهر لهم المسيح. ف فال... دي حاجه واحده مهمه قوي بالنسبه لمخطوطات العهد الجديد. الحاجه الثانيه انه الكم الهائل لمخطوطات العهد الجديد. وقلنا احنا عندنا اكثر من الف مخطوطه للعهد الجديد. 5700 مخطوطه تعتبر يونانيه و10,000 مخطوطه لاتينيه. وعندنا ايضا الباقي ترجمات سواء الترجمه اللاتينيه او الترجمه العبر القبطيه والسريانيه واللغات اللي موجوده الثانيه يعني في سؤال يمكن بيتسال من البسطاء اللي زي كده مثلا مش عارفين م. قوي مش دارسين زي حضرتك يعني طيب احنا بنسمع منكم أنتوا الدارسين انه عندنا خمسة وعشرين ألف مش خمسة مخطوطة خمسة ألف مخطوطة يعني كم م من المخطوطات الأصلية لكلمة ربنا اللي ماسكينها بين ايدينا زي مرجع نقدر نسميها للي مش فاهم يعني ايه مخطوطة نقول ان هو مرجع آآ قديم آآ بيقول نفس الكلام اللي انا ماسكه بين ايدي ازاي كم المخطوطات المهول ده ومازال حتى الآن في ناس بتشكك في كلمة ربنا وبتتهم كلمه ربنا بانها غير دقيقه وانه في حاجات دخائل وفي حاجات مش مظبوطه وازاي نستوعب حاجه بتقول كده والاسئله اللي حضرتك عارفها من النوع آه يعني آه. يعني آه. نجيب ايه اكتر من كده اثبات آه. يعني؟ آه. اوكي لانه لانه المخطوطات دي كلها آه. نسخت يدويا م. ودي النقطه المهمه قوي م. فالمخطوطه لما بتنسخ يدوي آه. الناس يخ... شوف احنا عندنا حاجتين عندنا عندنا النص الاصلي م. كويس وده المرتبط بالوحي م. يعني في ايماننا المسيحي المخطوطه الاصليه اللي كتبها بولس او بطرس او يوحنا هي دي الموحى بيها هي دي آه. الـ الـ المرتبطه بالوحي بنسميه انسبايرد تكست كويس م. النص الموحى به لكن النص الموحى به ده بيتنقل م. كويس بيتنقل ازاي اللي هو اللي بنسميه يعني ده ده ترانسميشن اوف ذا تكست ازاي بقى التكست ده بيتنقل من جيل لجيل ومن مكان لمكان هنا بيتم بياخد المخطوطه ويقعد ايه ينقل ففي النقل في النقل نحق, نسبه ال, ال, الخطا وارد يعني لغويا وارد لغويا و, وفي حاجات كثيرة اتكلمنا عنها آه, يعني في في احرف متشابهه كثير جدا ممكن تغير حتى معنى الكلمه يعني يعني في اليوناني الاوميكرون اللي هي الدايره اللي عامله زي الاو بالانجليزي كويس الاوميكرون والثيتا الثيتا في دايره بس فيها شرطه صغيره في النص فلو لو 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 لو, لو الاثنين جنب بعض ممكن م. يغلط في 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 النقل م. كويس آه في كمان آه نهايات متشابهه يعني ممكن الآية اللي فوق دي نهايتها زي الآية اللي تحت بالظبط، فيعتقد إنه بما إنه الآية دي لز النهاية دي لسه ناقلها فيروح ناقل السطر اللي بعده، فبيحصل ده كله أخطاء لا تؤثر لا في العقيدة المسيحية ولا في الإيمان وأخطاء واردة جدا بسبب النقل اليدوي. تمام، بس أنا دلوقتي مش عارف ليه افتكرت حلقة من نقول من شهرين تقريبا لما كنا بنتكلم عن الوحي لو حضرتك تفتكر حضرتك قلت نقطة مهمة جدا في الوحي ما كنا بنتكلم قلت انه الوحي لفظا و... ومضمونا وكله موحى به ما فيش لما كنا بنتكلم عن المشككين في لفظية الوحي كويس مش عارف اوكي أنا النهاردة أنا النهاردة هل الله يسمح بده اوكي خليني خليني أوضحها أكتر أنا خليني آخد حاجة مثلا معروفة لو خدت مثلا الدستور الامريكاني م. كويس الدستور الامريكاني اتكتب نسخه واتمضت واتحطت كويس ومن النسخه دي بدات بعد كام سنه يعملوا طيب. منها نسخ اخرى فخدوا نسخه منها ودوها شيكاغو نسخه اخرى حطوها في فيلادلفيا نسخه اخرى مش عارف ايه في كل مبنى فيدرال بيلدينج بداوا ياخدوا نسخه من الدستور ده وينقلوها بنفس النقل اليدوي م. كويس بعد فتره النسخه الاصليه مش موجوده يعني راحت فين او ضاعت نفرض انها ضاعت اه حضرتك في نسخ منها الدستور الاصليه ضاعت تقدر تصل الى الـ الـ الدستور الاصلي من النسخ دي ولا ما تقدرش؟ اقدر طبعا تقدر م. حتى لو جمعته كويس وهتقول اه ممكن النسخه دي فيها اختلاف حرف من هنا عن هنا او في كلمه مش موجوده هنا، طب نبص للمخطوطات الثانيه، نبص للنسخ الموجوده الثانيه، طب نقارن الزمن المخطوطه دي امتى؟ هل هو زمن قريب ولا زمن بعيد؟ كل ما كان زمن قريب كل ما كان ليه اصدق، كل ما آه. كان منتشر اكتر يبقى اكتر، فبتقدر انت عندك علم ده a science المخطوطات ده اسمه علم. مم. علم نقد النص. مم. ان انت بتدرس النص الكتابي م. فاحنا فاللي فال ال موجود النهارده حتى لما بنجد ترجمه فيها مثلا كلمه مختلفه عن ترجمه اخرى وبيتجد تحت في الهامش يقول لك اصل دي موجوده في المخطوطه واحد واثنين وثلاثه لكن مش موجوده في المخطوطه كذا وكذا وكذا دي امانه وكذا. بقى دي الامانه العلميه دي, دي احنا هنا بندرس علم م. وعشان كده احنا عمر العلم دون ما هز الكتاب المقدس يعني, يعني يعني علم المخطوطات ده وان عمره ما اثر سلبيا على الكتاب المقدس يعني انا فاكر الحلقه اللي فاتت حضرتك قلت حاجه كانت برضو بتدل على الامانه فعلا في تقديمنا للماده وللعلم ده الحلقة قلت سفر استير بالتحديد هو الوحيد اللي ما كانش موجود, موجود في مخطوطات قمران في مخطوطات كان كم ممكن نقول لا كل العهد القديم موجود اه لا 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 يعني هي... احنا لان احنا احنا بنتعامل مع مع علم مم. فالعلم ده ليه مبادئه وليه اسسه طب... طب يعني في سؤال برضو بسيط شويه مم. النهارده اللي بك... اللي قاعد مثلا عايز فاتح الكتاب المقدس لاول مره احنا همنا في النهايه هذا انه اللي قاعد يبقى قاعد قدام كلمه آه. واثق منها آه. 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 انجيل متى انجيل لو انجيل آه. مرقس انجيل آه. يوحنا يعني كاتب الانجيل هو متى حلو متى ده شخص زينا قعد كتب بايده صح مم. اوكي مم. فين اللي كتبه بايده شخصيا ده بقى هل موجود مازال لا اه اللي اتكتب المخطوطه الاصليه اللي اتكتبت غير موجوده لكن ليه بقى هقول لك هقول لك مس هقول حصل اولا اولا لاكثر من سبب اول سبب كثره الاستخدام انت بتتكلم على مئات السنين ما اتحفظتش مثلا مش حكيت ما اتحفظتش آه. انت النهارده كتبت انا هقول انت كتبت النهارده مثلا انجيل متى كويس انجيل متى ده لف على الكنائس اه ما هو اتكتب للكنايس عشان يجاوب على سؤال من تمام. هو يسوع المسيح تمام وفي نفس الوقت يقول المؤمنين يشجع المؤمنين ويكون وسيله كرازيه للاخرين فانت كتبت مم. نسخه انجيل مات ووديتها اتقريت في افسس واتقريت في كرونسوس واتقريت في كذا وكذا النسخه دي كل ما بتعمل تقراها بتعمل ايه؟ بتفتح مم. وبتقفل مم. هي مجرد عن عباره عن ورق سواء وراء البردي او معموله ممكن تبقى من الجلد من تمام. جلد الماعز مع الطقس والزمن والوقت بس و... انت بقى حبيت حبيت ال... النعم تعمل نسخه من انجيل متى لانه ما ينفعش توديها اسكندريه وما ينفعش فاعمل نسخه وديها مكتبه اسكندريه او للمؤمنين اللي في اسكندريه حاضر هعمل نسخه تقعد تكتب شهور عشان تخلص بقى... ناسخ ال... مين الناس الناسخين بقى؟ الناسخ دول ناس متخصصين آه. في نقل المخطوطه ده دول علماء المخطوطه بالنسبه لليهود هم بنسموهم السكرايبس، سكرايبس اللي هم الكتبه المتخصصين البي اتش دي في نقل المخطوطه وفي النص الكتابي. كتبوا بقى هم بايدهم من المخطوطه الاولى. بينقل بينقل من المخطوطه كانت في مبادئ آه. محطوطه لنقل آه. المخطوطه آه. كعلم. آه. من ضمنها نوع الورق آه. وحجمه آه. والمارجن اللي موجود على الجناب مساحته قد ايه والصفحه يكون فيها كام سطر. والفكرة ما بين فقره وفقره يبقى فيها قد ايه؟ طب ما بين كل ده كل ده حسابات عشان تتداول علشان ينقل مخطوطه م. ينقلها مثلا اسكندريه م. كويس؟ فانا مثلا بعد فتره المخطوطه الاصليه اللي كتبها متى بعد مية مئتين سنه آآ آآ قربت تدوب وعملنا منها نسخه نعمل في المخطوطه دي ايه؟ زمان ما كانوش بيحتفظوا بيها آه. احنا النهارده عندنا فكر انه القديم له قيمه حتى ده احنا نبيعه في المزادات الحاجات الانتيك دي بتساوي ملايين الدولارات طبعا يعني 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 آه يقول لك مثلا دي ورقه بقى لها 2000 سنه بالظبط يعني حتى آه. العربيات مم. يعني مثلا لو عندك عربيه من سنه 1950 ولا 1900 ب... و... ملايين بتتباع بأسعار آه. اغلى آه. آه. فالفكره انه الفكر ده ما كانش موجود زمان آه. ليه؟ الفكره ما دام اتعملت حاجه جديده طب القديمه دي بقى نعمل فيها ايه؟ لانه فيها اسم الله اه طبعا كويس وفيها حاجات مكتوبه فاحنا نعمل فيها يا اما ان احنا نتخلص منها نحرقها م. كويس يا اما ان احنا نحطها في حته وما نستخدمهاش تاني ما نعرفش حصل فيها ايه كويس لكن عندنا المخطوطه نسخه من المخطوطه هي دي الاساس اه وعندنا نسخه واثنين وثلاثه وعشره فده ده ما بيأثرش و و وكمان اكيد برضو اللي اتنسخ برضو مر عليه زمن بالظبط واتنسخ منه وهكذا منه لحد ما, ما جينا للطباعه وجينا لل بالظبط يعني وعشان كده النهارده لما احنا بنكتشف مثلا كان في مجمع يهودي مشهور قوي في القاهره في ألف في 1800 مش فاكر التاريخ بالظبط لكنه المجمع ده كان فيه مخطوطات كتيره كان في اوضه فوق بيسموها مدفن ال الجنيزه بيسموها فوق مدفن المخطوطات. Yeah. فلما كانت المجمع دون مخطوطه بتقدم بيروح يحطها فين؟ فوق. او او جزء اتقطع يحطه فين؟ فوق في الاوضه. Yeah. فكل على مدار مئات السنين كويس؟ mm. كل لما ي ي ي يبقى عنده حاجه مش بيستخدمها يحطها في الاوضه دي. زي مخزن مثلا. بالظبط اكتشف العلماء انه عندنا اكثر من 200 ألف جزء من مخطوطات العهد القديم موجود في هذا المخزن يعني جامعة كامبريدج لوحدها خدت مئة ألف جزء قصاصة من الأجزاء دي فأنت النهاردة أنت أوكي أنت عندك الأجزاء دي موجودة إزاي تجمعها وعلى أي أساس تجمعها يعني حتى حتى لما كلمنا المرة اللي فاتت وقلنا عن مخطوطات قمران وقلنا انه انه في 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 كيف او في الكهف رقم اربعه كان المخطوطه بره بره الفخار م. ومع العوامل الزمن والرطوبه ومئات السنين بل الاف السنين دابت, دابت هو دابت هو في اتهام يعني مثلا انه اوكي ده كلام منطقي اللي بتقوله ده انه المخطوطه بتتاكل مع الزمن وبتقدم ولازم ينسخ منها مهم. علشان تستمر الرساله متداوله وموجوده عبر الاجيال لكن السؤال مثلا هل في في, احنا بنتكلم على من 2000 سنه مهم. ما حصلش في وقت من الاوقات اللي بيتنسخ فيه من من الناسخ الناسخ وهو بينسخ من من المخطوطه اللي قبله اضافه شيء حس في شيء عشان كده احنا العلم بتاعنا حطينا فيه مبادئ عامه كويس انا النهارده ليتس سي دي المخطوطة دي لقيتها عندك والمخطوطة دي لقيتها عند واحد تاني م. كويس ودي موجودة عندك ودي موجودة عندي أو عند حد بجيبهم الاتنين أحطهم جنب بعض كده جنب بعض وقارنهم كويس وقارنهم ممكن أنت المخطوطة بتاعتك دي ألاقي مثلا في الهامش بتشرح لي كلمة وانت بتنسخ أنت عايز توصل مخطوطة للناس فممكن تشرح كلمة كويس أو ممكن تحط ما بين قوسين شرح زي ما هنشوف اوكي آه العلم بقى بتاعي أنا كواحد بقى عايز أعرف بالظبط آخد أنهي قراية القراية بتاعتك دي ولا القراية دي طب أنا معرفش أختار يعني مثلا مم؟ مثلا في الآية المشهورة قوي انه عظيم انه هو سر التقوى م. الله ظهر في الجسد م. بعض المخطوطات الابن ظهر في الجسد كويس كل الاختلاف على حرف واحد أوميكرون اللي هو الدايره ولا ثيتا اللي هو الدايره وفيها شرطه صغيره ايه الفرق بقى؟ كويس الفرق جعل ده الابن وجعل ده الاب ده الفرق فالله ظهر في الجسد الابن ظهر في الجسد كويس اي قرايه بقى اخدها اول حاجه هدرس انه المخطوطه دي اقدم ولا المخطوطه دي كويس اذا المخطوطه بتاعتك اقدم لها ثقل اكتر من المخطوطه الاحدث واضح الفكره ده اول مبدا اتكلمنا عنه المره اللي الاقدم اه الاقدم مم. تاني حاجه الاصعب الاصعب انهي قرايه اصعب اقرا الاثنين كويس ليه لانه دايما الناسخ يحب يبسط للقارئ لكن ما يعقدش كويس فهل القرايه دي اسهل ولا اصعب لا اخد الاصعب مم. وقلنا الاطول تقريبا والاقصر اكتر من الاطول الاقصر يعني يعني الاقصر هي ليها مصداقيه اكتر مصداقيه اكتر فاحنا بناخد بتحط المبادئ دي طبعا قلنا كل قاعده ليها استثناء والمنتشره جغرافيا اكتر م. يعني المخطوطه بتاعتك دي موجود منها نسخه في اسكندريه موجود منها واحده زيها في اثينا م. موجود واحده زيها في روما ونفس القرايه انما دي مش موجود الترجمه منها طبعا بالظبط ودي مش موجود منها غير واحده بس بس دي منتشره جغرافيا اكتر م. يبقى دي ليها ثقل اكتر كويس تمام فالفكره انه احنا الحاجات دي عمرها لا لم تؤثر يعني شوف علم المخطوطات ده احنا بنتكلم على يعني القرن 19 والقرن العشرين ودخلنا على القرن 21 آه. كويس بالعكس علم المخطوطات ده بدا اساسا من اول ما بدا ترجمه العهد الجديد الى اللغه اليونانيه سنه 1516 امم كويس مع ايراسموس ايراسموس اول نص يوناني جاب كل المخطوطات اليوناني وحطها حط العهد الجديد طبع العهد الجديد باللغه اليونانيه كان سنه 1516 كويس فاحنا من عندنا بقى لنا دلوقتي اكتر من 600 سنه ب ب بندرس المخطوطات مم. وعندنا كل سنه بنكتشف مخطوطات جديده yeah. يعني احنا مازال علم البحث عن مخطوطات والحصول على مخطوطات مم. واكتشاف مخطوطات مازال داير النهارده بسبب التكنولوجيا اللي عندنا وبسبب الديجيتال آه العالم الديجيتال اللي احنا فيه النهارده حتى آه المخطوطات بتحتفظ ديجيتالايز يعني يعني بي بي بيصوروها وتحتفظ كفايل يعني مش بس انه تبقى موجوده كنسخه لكن كمان كفايل يعني من ضمن الحاجات مثلا آه دير سانت كاترين دير سانت كاترين اللي اكتشفوا فيه المخطوطه الصينائية. اه اللي تعتبر واحدة من أعظم المخطوطات للكتاب المقدس القديمة وطبعا في مخطوطات أخرى كثيرة موجودة يعني كتب قديمة قوي وأثار إلى آخره إزاي يحتفظوا بال... لو قامت حريقة مثلا في المكتبة دي ما هتضيع كل التراث ده كويس فقرروا إنه ممكن يضحوا بالناس اللي موجودين جوه المكتبة لكن ما يضحوش بال... بالنسخ دي عملوا سيستم خاص لتطفئه الحرائق مش انه يدلق ميه انه يسحب الاكسجين يعني يعني ال 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 الاوضه الجهاز اللي فيها يروح ساحب كل الاكسجين الاكسجين فالنار تطفي والناس تموت ما هو هيحافظ على المخطوطات <applause> هو <ما بيش> هو <applause> مش بيتمنى الناس تموت آه. بس لو لو دلق ميه ولا فوم ولا اي حاجه هيدمر طب. مين اللي هيرجع للمخطوطات ده الناس تموت <applause> <applause> اللي بره <applause> لا عايز اقول انه انه قد ايه الحاجات دي دلوقتي بقت ليها قيمه طبعا وليها بيحافظوا عليها آه بطريقه آه يعني مهمه جدا فاحنا لكن احنا ما زلنا لحد دلوقتي وبعدين عايز اقول لك حاجه م. زي ما قلنا المره اللي فاتت نسبه الاختلاف ما بين المخطوطات لا تتعدى اربعه او 5% م. يعني انت كلها وان لم تكن في معظمها هي اختلافات في الهجاء وفي النقل ولا تؤثر من قريب ولا بعيد في اي عقيده من العقائد المسيحيه في جوهر الايمان المسيح كده احنا ما نخافش كده لما مثلا حد يقول لي طب انا دلوقتي بقرا الكتاب المقدس وعايز اعرف الكلمه دي في المخطوطه بتعني ايه او افهمها بطريقه اقول له قارن ترجمات هارون الترجمات يستخدم اكثر من ترجمه يعني احنا مثلا في في اجتماعاتنا وفي الكنايس وكده بنلاقي مثلا خادم واقف بيوعظ وبيجيب ايه بيقول لك ده في كتاب الحياه بيقول كده في فان بتقول كده وفي اليونان فالناس بتبقى مش فاهمه عايز حضرتك توضح يعني بشكل مبسط الترجمة قوي. الترجمه الترجمه, الترجمة، آه انا لو عندي في البيت مثلا اكتر من طبعه اليسوعيه والحياه وفندايك دايك وكلام ده هل الاختلافات دي أنا عايز أقرأ أقرأ من مين؟ يعني أمسك أي كتاب قارن اكتب. الاتنين ببعض وأقرأ في الهامش هو كاتب إيه كويس قارن الاتنين ببعض وأقرأ كل واحدة لو في أي اختلاف هيقول لك في الهامش هو حاطط الاختلاف ده ليه على أي أساس مم. على أي أساس كويس لكن الاختلافات لكن الاختلافات دي حاجات بسيطة ترجمات. جدا في الترجمات لأنه آه. في مدرستين كبار في الترجمة مم. يعني المدرسه الاولانيه بنسميها مدرسه بيسموها دايناميك ايكويفالنت يعني ايه دايناميك ايكويفالنت يعني مثلا الكلمه لازم يتحط قصادها كلمه في اللغه اللي بتترجم الكلمه الاصليه لازم يقابلها كلمه في اللغه اللي بتترجم منها مثلا يقول في البدء خلق الله السماوات والارض كم كلمه خمسه كويس يبقى لما تيجي تترجمها في العربي ستة, ستة لما تيجي تكلمها في العربي ترجمها في العربي لازم تحمل كده في كويس براشيد ب حرف الباء كويس البيت براشيد في البد كويس الحرف الجر وبعدين ايه الكلمة خلق برا الهيم السماوات ها شميم و ارت كويس يبقى انت you don't miss anyone دي بيسموها دايناميك ايكويفالنت ايكويفالنت انك انت كل كلمه في النص الاصلي بتحط الكلمه المقابله ليها في اللغه اللي انت بتستخدمها وتكون الجمله ترتبها لغويا صح ما وانت ممكن تحط كل كلمه مساويه بعدين تلخبطهم لغويا فازاي تحط لغويا صح فدي هي شغل كبير جدا الحركه اللي بتتكلم فيه ده واحد قاعد عايز يدرس ويتعلم كده انا بقول لك بتكلم على القطاع الاكبر من أوكي. الناس البسيطه يعني مش كده يمسك كدا. اي كتاب يقعد يقرا انا هساعدك آه. فانت مثلا لو خدت ترجمه فان دايك ده, ده الاسلوب بتاعها عشان كده الترجمه كويسه م. تعتبر ترجمه اكاديميه حلوه كويس فيها بعض الحاجات محتاجه نعمل لها ايديشنز كتيرة ودي حقيقه حتى في في الكلمات كلمات لغويه صعبه ممكن تحط كلمات النهارده سهله اسهل منها كويس ف ف لكنها كترجمه نقدر نقول انها ترجمه اكاديميه وحفظنا منها الايات وحفظنا كلها منها الايات مم. في بقى ترجمه ثانيه زي مثلا آآ 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 ترجمه الحياه آآ او جود نيوز بايبل خبر الصار دي بيسموها بارافريزيس يعني ان انت بتاخد الـ 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 العباره وتحطها في عباره سهله للناس أبصد. تفهمها ابسط فهي مش بت مش بتعتمد على ال... كل كلمه لازم كل كلمه، لكن انت بتوصل ال... ال... الفكره. دي ما تقدرش تعتمد عليها وانت بتدرس الكتاب المقدس. اه. دي سهله ان انت تقراها وتتعزى. تتعزى. بسيطة آه. آه. لكنها لما تيجي تدرس كتاب مقدس انت محتاج حاجه شويه. مطابقه للغه. مطابقه للاصل. تمام. يس. Yes. وطبعا لو ربنا فتحها عليك و... وباركك و... وحبيت تدرس اللغه الاصليه. يبقى. وسواء العبري او اليوناني. أو اليوناني بالظبط اكنك بتتفرج على آه كنت بتتفرج على فيلم ابيض واسود وبقي الوان yeah. يعني هو ده النقله ال النص نفسه بيبقى له ليه لي معنى لما اعرف الكلمه بمعناها الاصلي اه وتقدر تدرسها وجت فين وتستخدم فين ومعناها ايه وكده ده يعني عشان كده يعني حلو ان احنا نقرا كده مهندس mm. لكن كمان الاجمل ان احنا ندرس كلمه ربنا ونتعمق فيها جميل هل لحد النهارده في لسه اتهامات في اه اسئله في ابرز اللي بتصوب ناحيه الكتاب المقدس آه خلينا نشوف فيديو لانه في فيديو مهم قوي انا انت مصدقتي اساسا آه <applause> <applause> أن هنشوف فيديو في اتهام خطير <applause> بالنسبه لنسل الرب يسوع <applause> وبعدين حابب اعلق على الكلام اللي بيتقال اوكي اتفضل والمهمة جدا وإذا شئت فقل جدا جدا من التحريفات المهمة هذا النص يقول متى وهو يتحدث عن نسب المسيح يقول ويوشيا ولد يكنيا وإخوانه عند سبي بابل يكنيا مين أبوه يكنيا مين أبوه حسب حسب النص اللي أمامكم ها يا أخوان أبوه هو يوشيا يقول ويوشيا ولد يكنيا وإخوانه عند سبي بابل الحقيقة أنه يوشيا ليس أب يكنيا يوشيا هو جد يكنيا متى إيش عمل حذف اسم أبو يكنيا وعمل توصيلة بين الجد والحفيد مباشرة طيب مين هو أبوه؟ أبوه يهياقيم المفروض يقول متى يوشيا ولد يهياقيم ويهياقيم ولد يكينيا طيب ليش هو عمل كده؟ يمكن غلط يمكن نسي لا 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 هو تعمد هذا الفعل تعمد أن يحذف اسم يهياقيم ليش؟ حنعرف خلينا أول شيء نثبت أو خلينا نقول حاجة عن يهياقيم هذا يهياقيم هذا رجل محروم مطرود هو وذريته لا يكون في ذريته ملك أبدا الله حرم ذريته من الملك يقول عنه سفر إرميا 36 لا يكون له جالس على كرسي داود عن يهياقيم هذا لا يكون له جالس على كرسي داود لا يمكن أن يكون في ذريته ملك وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد نيلا وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمه إذا هذا يهياقيم هو كان ملكا من ملوك بني إسرائيل ولما قطع سفر إرميا هو الذي مزق سفر إرميا الله عاقبه بأن حرم ذريته من الملك هل يمكن أن يكون واحد من ذريته يقيم ملك لا طيب لو كان المسيح من ذريته يقيم، يبقى المسيح عمره ما حيكون ملك نقطة خطيرة جدا ايه بقى نرد عليه ازاي ده <applause> فين الاخ يهياقيم في تسلسل النسب اه دي نقطة مهمة عم. هو طرح نقطتين الحقيقه مم. هو طرح فقدان يهوياقيم من نسل يوشيا المفروض يقول هو بيقول ان يوشيا المفروض يتكتب في العهد ولدي يقي يهوياقيم ولدي يكنيا ليه ما تذكرش يهوياقيم يهو يقيم. تاني حاجه انه اتهم بانه في ارميا 36 مم. مكتوب مم. انه لا يكون له جالس على كرسي داوود ولا وتكون جساته مطروحه للحر نهارا والبرد ليلا وانه آه وذريته لا يكون في ذريته ملك وممنوع ومط... يجي منه ملك يعني هو طبعا طبعا آه اسم مش موجود م. في سلسله نسب متى متى كويس دي اول حاجه م. الحاجه الثانيه اللي, اللي نحب نعرفها انه سلاسل النسب في كل الكتاب المقدس مش بتكلم على سلاسل النسب بتاعت متى وبتاعت لوقا وبس كل سلاسل الكتاب المقدس ان السلاسل النسب بنسميها سلكتيف يعني ايه سلكتيف يعني مش اب جد 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 هي مخت... يعني اختياريه بياخد الشخصيات الاساسيه يعني مثلا موسى مثلا كتب عنه موسى ابن عمران ابن لاوي كويس ما بين موسى وما بين اللاوي حوالي عشر اجيال مم. كويس مم. انما هو كتاب موسى امرام ولاوي فهل اللاوي ده يعتبر الجد المباشر لموسى لا. لا ده يمكن عشر اجيال ما بين موسى وما بين اللاوي لكن نختار الشخصيات اللي إيه؟ الاساسيه كل سلاسل الناس في كتاب مقدس من التكوين وطالعه كويس هي سلكتب الحاجه الثانية نسب الرب يسوع هنا زي ما بيقول نسل يهيقيم قد لعن ودي حقيقه وحرم من الملك وبحسب متى فان يوشيا ها ولد يهيقيم وهيقيم ولد يوشيا فهو اسقط يهيقيم علشان زي ما بيقول هو عشان القارئ ما يعني يخفى عليه موضوع يهيقيم وولد يكنيا واستمر النسل حتى يوسف اولا هذه اللعنه بنجدها في نصين في الكتاب المقدس. كويس؟ انا بأكدها مش بنفيها. ما هي موجوده هو ذكر فس... أرميه 36 آه. و... أنا بأكدها لا هأكدها مرتين. مم. هأكدها على ياكونيا اللي هو ذكر وأكدها على أبو ياكونيا اللي هو يا تمام يعني حتى ياكونيا نفس الحكايه. مم. يقول مثلا في أرميه 22 30 هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجلا لا ينجح في أيامه. ده كلام على مين؟ على يكونيا يكونيا يا. لأنه لا ينجح من نسله أحد جالساً على كرسي داود وحاكماً بعد في يهوذا دا يكونيا م. يعني حتى أنا يعني عايز أكد الكلام بتاعه أقول له كمان يكونيا اللي مذكور اسمه اللي مذكور اسمه م. لما تيجي بقى ليه يقيم كويس؟ لأنه حتى ترتيب عشان ما نغلطش ترتيب الأحداث في أرميا ليس ترتيباً زمنياً هو آه. بيرتبها بطريقة أخرى مش كده ممكن لاجد يكونيا ابن يهيقيم ملعون في نص قبل ما يتلعن يهيقيم ابوه في نص اخر عشان كده في 36 ارميا 36 وفي عدد 30 لذلك هكذا قال الرب عن يهيقيم ملك يهوذا لا يكون له جالس على كرسي داود وتكون جثته مطروحه للحر نهارا وللبرد ليلا اولا لما نيجي نقرا سلسله نسب احنا عندنا سلسلتين نسب للرب يسوع واحده في متى واحده فين في لوقا في لوقا كويس من يهقيم جاء يكنيا ومن يكنيا جاء في الاخر يوسف النجار مم. خطيب م... مريم يوسف النجار يبقى يوسف مين نجار النجار من يكنيا من يكنيا مش ناس... من يكنيا مباشره من نسل يكن تمام مم. كويس فمتى بينتهي بالسلسله بتاعته عند يوسف دي مهمه قوي ليه لان المسيح بحسب الجسد ليس ابن يوسف مم. المشكله تبقى امتى لو المسيح بحسب الجسد ابن يوسف آه. ابوه يوسف وبكده يكون هو خد النسل الموروث الملعون من مين؟ من يوسف. يعني يوسف لا. النجار كان من نسل ملعون؟ من نسل يكنيا. الملعون. اللي ما اقول اللي ربنا منع انه يبقى على على العرش. آه. كويس؟ كان له اب يوسف كان اب للمسيح بالتبني او بالعنايه. م. كويس؟ اهتم به لكنه لم يكن اب جسديا للرب يسوع لان رب يسوع لم يولد من زرع انسان بشر اه بشر مم. فنسل ولا يكون يا ابنه ده النسل اللعن كويس يعني احنا متفقين على اللي بيقوله متفق ف... معاه جدا انه الكلام ده موجود اوريدي كويس وده نسل ملعون فعلا بالظبط بس النوطة... احنا المسيح مش من النسل ده كويس آه. النقطة الثانية بقى والمهمة جدا مم. المسيح اخذ شرعيته كابن داود من يوسف ولا من مريم؟ المريم. من مريم من مريم دي النقطة المهمة فالمسيح أخذ شرعيته كابن داود من أمه بحسب الجسد مريم هي من نسل داود هي من نسل داود وهي من من خط في داود مختلف عن الخط اللي جه منه يكونيا يعني لما نقرا مثلا سلسله نسب متى بنجد سليمان داود م. سليمان م. وبعدين بنكمل الخط كويس لما بنقرا لوقا بنجد داود يوناثان خط اخر اه فالخط اللي هو فيه سليمان دون جه منه يكونيا ومن يكونيا في الاخر جه منه يوسف. الخط الثاني بقى اللي هو داوود اللي جه منه يوناثان ومن يوناثان اتت مريم. ومن هنا اتى اخذ المسيح شرعيته كملك لانه ابن داود عن طريق يوناثان عن طريق مش عن, طريق مش عن طريق سليمان مش عن طريق سليمان اللي عن طريق سليمان يوسف بالظبط كويس؟ آه. فهنا لما تيجي هنا بقى مريم العذراء هي أم ليسوع بحسب الجسد ومن خلالها وخلال نسلها المذكور في لوقا أخذ المسيح شرعيته كابن لداود الذي يرث على كرسي داود إلى الأبد ونسب يسوع من خلال مريم لم يكن من خلال سليمان بل كان من خلال ناثان الابن الثاني للملك داود في هذه الحالة لو وضحت الحالة دي كويسة أو كده بالنسبة لنا كده ماشيين كويس في هذه الحالة إذا كان يوسف هو الأب الجسدي ليسوع كان هيبقى عندنا مشكلة كويس لكن يوسف لم يكن هو الأب الجسدي ليسوع لكن مريم العذراء كانت هي الأم بحسب الجسد ليسوع والمسيح من نسل بالضبط والأب مريم المسيح هو ابن الله أبوه هو الله كويس هو ابن الله هو الكلمة المتجسد مم. الذي ولد عن طريق الميلاد العذراوي دون تدخل زرع رجل فيه لكي ما يدخل الى العالم بهذا الطريق عشان كده يقول لنا الميلاد العذراوي مهم جدا مش بس لانه المسيح يكون بلا خطيه لانه ايضا المسيح ليس من هذا النسل الذي قيل عنه نسل ليكونيا ان الله لعنه كويس عشان كده في اشعياء سبعه 14 يقول انه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وفي متى ايضا يقتبس هذا يقول ان المسيح اتولد عن طريق العذراء وفي لوقا ايضا في عدد واحد اصحاح واحد و35 يقول لنا ايه؟ يقول الروح القدس يحل عليك وقوه العلي ايه؟ تضلل. تضللك فالمولود منك يدعى ابن يوسف؟ لا لا ده المولود منك يدعى ابن الله ابن الله القدوس المولود منك يدعى ابن الله لكنه أخذ شرعيته لكي ما يجلس على كرسي داود من خلال مريم وليس من خلال يوسف يعني في فرق كبير قوي ما بين تدرج الناس ما بين مريم آم. ويوسف م. يعني شوية الناس فاهمة أنه المسيح من من نسل داوود يعني يوسف من نسل داوود ومريم من نسل داوود هم كلهم من نسل داوود فعلا آه بس في بس خطين حضرتك قلت لهم. في خطين في خط يونسان وخط سليمان, وخط سليمان, من من سليمان من احنا بنتكلم على خط سليمان اللي جه منه اللي جه من يكنية يكنية يا يقيم وياقونيا اللي حضرتك بتتفق مع انه هو فعلا نسل ملك انا مش ما يجيش منه مش يعني انا انا هاخد تفسيره مع انه بعض المفسرين ايضا بيقولوا لنا انه اللعنه دي كانت بس يمكن في جيل يهوياقيم لكنهم بعد لما تاب ورجع للرب والى اخره الرب غفرها ده حضرتك كمان ذكرت أنا أنا معا يكون, معا. يكون يا نفسه كمان بالزبط. يعني نفس الخط السلسله كلها بالظبط لكن احنا بنتكلم على يونسان اللي تدرج منه الناس الى ان اتى المسيح دي حقيقه لا دي نقطه مهمه جدا يعني 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 هو هو طبعا شاطر <applause> لانه يعني بيفكر انه هو خلاص كده دمر 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 انه المسيح يبقى ملك شرعي وان النبوات اللي بتتكلم عن ملكه كشرعي وانه احنا نقول له كملك انه يجلس على كرسي في العهد الجديد كمان دي كلها كلام كذب لكنه ده كله هو لو درس لو درس النص ده يعني ما دي مشكله الاخوه المسلمين يعني هو هو بياخد الفكره اللي عجباه وبيعتقد انه ما فيهاش حل ما حل مع انه ليها حلول كتيره هو لو لو درس النص ده كويس هيكتشف لا هو غاب عنده حاجه بس هو غاب عنه اهم نقطه ان يوسف ملوش علاقه بال البشري المسيح ليس ابن يوسف يعني انا بحسب انا انتمي لابويا حضرتك تنتمي لابوك يعني ليه لان احنا جايين من نا من نسل زرع بشري المسيح المسيح ابن داود بحسب الجسد م. كويس لكنه ليس ابن يوسف هو ابن داود هو وارث لداود هو من نسل لداود بس من خلال مريم وليس من خلال يوسف وبالتحديد يوناثان بالضبط وبالتحديد يوناثان هل في اتهام اخر في جزئيه ثانيه <applause> في <applause> في كثير طبعا يعني <applause> والحقيقه النقطه دي في غايه الاهميه فعلا لانه احنا كنفسنا ما كناش نعرف الفرق ما بين يوسف ومريم في النسل يعني هو النسل. طبعا الحاجات دي كلها موجوده في يعني أه. يعني هو هو مش بيجيب حاجه من عنده هو بيدور على الكتب اللي هي م. فيها نقد لل آه آه اللي كده وبيجيب وده يعلمنا نبحث برضو احنا بالظبط بالظبط يعني احنا الكتاب طلب مننا ان احنا نكون مستعدين لمجاوبه كل من أكيد. يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا ف آه في في مشكله ثانيه آه وهو برضو بيبني عليها آه آه يعني بيحط عليها ثقل كبير قوي م. وكانه مثلا بيدمر عقيده الثالوث بايه آه موجوده في يوحنا الاولى واحد آه خمسة وعدد سبعه وهو كانه الايه دي هي كلها بما انها مش موجوده في بعض المخطوطات وموجوده في مخطوطات يبقى عقيده الثالوث كلها ده اختراع آه آه يعني مسيحي آه وكل ال العقيدة اتدمرت لأنه الآية دي في شوية نقاش عليها خلونا نسمع الفيديو ونكمل معاه م. هذا في الحقيقة نوع من أنواع التحريف أسميه بتحريف الأقوص له الكثير من الشواهد في الكتاب المقدس في العهد الجديد تصل إلى أربعين شاهد ناخذ بعض هذه الشواهد كامثله في هذا اليوم. رساله يوحنا الاولى خمسه على سبعه نص خطير جدا. رساله يوحنا الاولى خمسه على سبعه. ساقرا من هذه النسخه البروتستانتيه ما الذي فيها. فان الذين يشهدون بعدين يفتح اقواس يفتح قوس في السماء هم ثلاثه. الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد والذين يشهدون في الارض كمان هذه العباره التي قراتها بين قوسين ايش معنى بين قوسين يعني عباره ليست اصيله غير متاكد منه كل ما هو امامكم بين قوسين هذه عباره غير متاكدين منها فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد موجوده هنا بين اقواس. هذه نسخه بروتستانتيه اخرى. نسخه بروتستانتيه اخرى. صوره عن هذه. لكن العجيب ان النص فيها من غير اقواس. موجود النص. لكن من غير اقواس. نشوف نسخه اخرى. نسخة الرهبانيين نسخة الرهبانية اليسوعية التي أنجزها العلماء الكاثوليك النص فيها كالتالي فإن الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم ما مذكور فيها الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد لقد حذفوا هذا النص النص محذوف من نسخه الرهبانيه اليسوعيه النسخه الكاثوليكيه نسخه كاثوليكيه النص موجود من غير اقواس لان الذين يشهدون في السماء ثلاثه الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد الترجمه العربيه المشتركه النص ايضا محذوف منها حذفوا من الترجمه العربيه المشتركه والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طيب وين نص التثليث؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وين النص الوحيد اللي في الكتاب المقدس يدل على التثليث؟ يقولون في الهامش هذه العبارة هذه الإضافة وردت من بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. هي غير موجودة في الأصول اليونانية. هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني مكتوب قبل القرن الخامس عشر الميلادي. هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني قبل القرن الخامس عشر الميلادي، وهي الدليل الوحيد الذي يصلح في الدلالة على عقيدة التثليث. طيب من وين أتوا به؟ يقول لك من ترجمة يو من ترجمة لاتينية. هو غير موجود في الأصول لكن موجود فين؟ في التراجم، الآن لو فتحنا ترجمة من تراجم القرآن فوجدنا فيها نصا غير موجود في العربي، ماذا نفعل به؟ لا قيمة له، لكن الجماعة جعلوه عدة وعتاد لعقيدة التثليث. عقيدة التثليث مبنية على هذا النص. نسخة تضعه بين أقواس. نسخة تحذف الأقواس وتبقي النص، فيصبح جزءا من كلام الله. <applause> عندنا مشكله دلوقتي عندنا معضله اه هتطلع منها ازاي دلوقتي دي الايه دي آه. اه مبنيه عليها بحسب رايه عقيده التثليث والقوسين دول و... وزي ما بنقول الدليل الوحيد بلفظه هو م. الذي يصلح للدلاله على عقيده الثالوث هو الايه دي موضوع قصين فعلا. ده آه فهل عندنا رد ولا ما عندناش رد كويس هل الايه دي ايه اصيله ولا الايه دي ايه غير اصيله وهو ذكر ترجمتين اه بيقولوا نفس الكلام كويس طبعا يعني هو الفكره بتاعته هو بيتكلم بثقه وفيها نوع من الايه التكبير يعني مش تكبير بمعنى الله اكبر لا يعني بمعنى انه بيهول كويس يعني العقيده كلها الدليل الوحيد على العقيدة المخطوطات كلها قبل يعني هو 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 يعني واخد الاكستريم في فيه علشان ياكد انه يا جماعه احنا لو ضربنا الايه دي ولو الايه دي مش موجوده يبقى عقيده الثالوث كلها من اختراع المسيحيين يبقى المسيح هو مش هو ابن الله يبقى المسيح مجرد نبي يبقى الموضوع ايه في شنك في شنك كويس <applause> انا هبدا بالايه اتفضل اول حاجه انا عارف الوقت بتاعنا معانا يعني معانا وقت معنا طب كويس اه عندنا 11 دقيقه دي نقطه حساسه آه. جدا يعني اول حاجه الايه دي ليها اسم دايما لما حتى تدرس عنها بيسموها كوما يوحنوم بمعنى الآية اليوحنية كلمة كومة معناها عبارة أو أو آية فهي الآية اليوحنية هذه الآية كويس موجودة في معظم الترجمات وبعض الترجمات موجودة ما بين قوسين وبعض الترجمات ريحت دماغها وعملت إيه؟ شالت وشالتها كويس وعلى فكرة بالرغم أنهم شلوها ما زال الناس اللي بتقراها برضو تؤمن بالثالوث يعني يعني ااا الآية دي فيها نقطة مهمة أوي وإذا قدرنا نفهمها ااا هي ليه مش ليه مش موجودة في مخطوطات كثيرة هو ذكر موجودة؟ إنه من قبل اليونانية اه المخطوطات اليونانية قبل القرن الخامس وده ده على فكرة غلط ده غلط؟ أنا هثبت له 15 هو بيقول الخامس عشر. آه. الآية دي أولاً لو نقراها ابتداء من عدد من, من الآية آه خلينا ناخد ايه سبعة و وتمانية مع بعض يقول لنا في سبعة ايه فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد الآية تمانية والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح، والماء، والدم، والثلاثة هم في واحد م. أغلب مفسرين اللي بيقولوا إنه الآية دي آية أصيلة بيقولوا إنه هنا خطأ في نسخ م. بيسموا هذا الخطأ النهايات المتشابهة أنا النهاردة كتبت عبارتين فوق بعض العبارة الأولانية بتبدأ بنفس العبارة الأولى ونهاية العبارة نفس العبارة الثانية بتختتم بيها. سهولة جدا 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 النهايات المتشابهة يحصل فيها خطأ في النسخ. فيعتقد إنه كتب آية لكن هما اتنين. يعني هما آيتين فوق بعض لكن لما بيكتب واحدة منهم بيعتقد أنه كتب النص كله على بعض كويس فده خطأ وارد ده خطأ في النسخ لكن خلينا نرجع للنص نفسه الذين يشهدون في السماء هذه بداية الجملة الجملة اللي بعدها الذين يشهدون في الأرض م. نهاية العبارة وهؤلاء الثلاثة واحد ونهايه الايه الاخرى ايه 8 وهؤلاء الثلاثه هم واحد مش كده بسهوله جدا نهايات المتشابهه يحصل فيها خطا طب دي, دي نقطه طب قبل ما حضرتك تكمل بما انها متكرره ليه في الطابع والطباعات وال... وال... الحديثه ما كويس انا بتكلم بواحده فيها انا بتكلم على مخطوطات م. اللي معموله باليد انا بتكلم على الطباعات اللي آه. من انا هقول لك انه انه النسخه دي النسخه دي نسخه اصليه مثلا م. اتنسخ منها ها؟ باليوناني اتنسخ منها نسخة. الناسخ هو بيكتب عينه تلخفنت في النهايات المتشابهة والبدايات المتشابهة فهي ميست وان اعتقد انه كتبها. كويس؟ لكنه ما اتكتبتش. النسخة اللي بعدها خد منها، النسخة اللي بعدها خد منها. كويس؟ لحد لما جينا لقينا في أدلة كتيرة أخرى بتقول لا في آية ها؟ مش موجودة في المخطوطة دي بس موجودة في كتابات أخرى نتكلم عنها. م. الآية دي بقى موجودة ولا مش موجودة؟ هنا اللي بيحطها ما بين قوسين. فهنفرض هفرض هفرض إنه إنه الآية دي زي ما هو بيقول الآية الوحيدة التي تدل على عقيدة التدريس نفترض مش موجودة. كويس؟ خالص. هل اللي اتقال فيها ده موجود في الكتاب المقدس ولا مش موجود, موجود؟ هل هو لغه انا لما باجي بدرس هل هي دي لغه يوحنا الحبيب ولا مش لغه يوحنا الحبيب؟ م. هل ده اسلوبه ولا مش اسلوبه؟ طيب خليني ارجع لايتين واقول لك فضل. لو حطيناهم على بعض هيطلع لنا الايه دي. فضل. كويس؟ لو حطيت مثلا في يوحنا 8، انجيل يوحنا اصحاح 8، انا بعتذر انه المفروض كان يبقى اللابتوب وعليه الايات موجوده معانا النهارده م. بس على قد ما بنحب التكنولوجي <applause> على قد ما اوقات كمان بيخلق. <applause> بن بن يا <applause> انا, أنا أعمل ايه بس إيه... العدد 18 يوحنا <applause> انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 18 يقول لنا ايه يقول لنا فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع الستم تعرفون اني وال انا والاب واحد لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا لكن في عدد 18 قول ايه انا هو الشاهد لنفسي يبقى المسيح بيشهد عليه عن, عن نفسه ويشهد لي الاب الذي ارسلني خد حط نقطه تحت كده انه الاب بيشهد عن مين الابن عن الابن ده في اين في يوحنا 8 يوحنا 8, 8. طيب. بعيد خالص عن يوحنا الاولى بالظبط نيجي نيجي يبقى الاب بيشهد عن الابن نيجي كمان ليوحنا 15 أنت حضرتك دلوقتي بتثبت إنه فكرة الثالوث دي فكرة الآية نفسها كلمات مش الآية نفسها مش مستنين إحنا الآية دي تثبتها بالظبط لا كلمات الآية نفسها كلمات الآية نفسها موجودة نفسها في كتابات يوحنا آه مما يؤكد على ان يوحنا آه هو ال ال الكاهنة يقول لنا في أصحاح 15 أصحاح 15 وعدد 26 ومتى جاء المعزي الروح القدس الذي سأرسله إليكم من الاب ده مش محمد ده الروح القدس اخو المسلمين دايما ياخذوا الايه دي ومتى جاء المعزي الذي ارسله انا كويس من الاب روح الحق كل وصف هنا ما ينفعش على محمد باي طريقه الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي يبقى الاب بيعمل ايه في يوحنا 8 يشهد للابن والروح القدس يعمل ايه يشهد للابن م. كويس والابن هو ايضا يشهد لنفسه نفسه. هؤلاء الثلاثة يشهدون فعشان كده حتى العبارة نفسها هتلاقيها من كلمات يوحنا ايه ده اسلوب يوحنا اسلوب يوحنا النقطة بقى اللي يعني انا يعني انا يعني انا عارف ال الوقت شوية بحاول اسرع لكن خلينا نجي لنقطة مهمة يعني الآية اللي احنا قدامها دي ده اسلوب يوحنا ده اسلوب يوحنا اسلوب يوحنا الحبيب مم. لما اجي بقى لنقطة أخرى بجد عندي مثلا ترتليان واحد م. من اباء الكنيسه م. من سنه 150 ل 240 ذكرها بجد كريان كريانوس كبريانوس بابا افريقيا ذكرها من سنه 200 الى 260 بجد ايضا الترجمه جيروم مكتوبه عنها بجد ثمان مخطوطات هو قال لك بقى ايه قال لك في كل المخطوطات اليونانيه غير موجوده لا في ثمان مخطوطات يونانيه موجوده فيها هذه الايه اربعه منهم يمكن مذكوره على في الهامش مش مذكوره في النص محطوطه على الهامش هو الحقيقه حضرتك ذكرت نقطه اعمق من اللي احنا بنقوله دلوقتي اللي فاتت انه يا سيدي الايه دي مش موجوده الفكره أ... نفسها اتدمرت زي ما هو بيقول لا لا لا, ما... لا عقيده الثالوث عقيده الثالوث نفسها ما نيجي لما نيجي, م... لما نيجي م... اللي... ما حاجه لان عندنا اثباتات كثيره اختلاف الترجمات ده بيقول لي قد ايه المؤمنين المسيحيين اللي بيشتغلوا على الكتاب المقدس امناء امناء مم. عارف احنا لو عابين نخبيها طب ما نخبيها مم. ما احنا بنذكرها ليه لا هو السؤال يعني... هل غيابها شوف يعني هل آه. هل اقول لك كم آية على م. اولا في معمودية الرب يسوع م. الاب شهد للمسيح ايوه والروح القدس نزل عليه مثل حمامة م. والرب يسوع كان فين؟ في, في المية, المية. الثالوث موجود موجود هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والروح القدس مثل حمامة م. والابن موجود م. خد التجلي م. نفس الشيء صح كويس تيجي لكلام الرب يسوع في متى 28 لو اتكلم أيوة. بقى عن الثالوث ها؟ و, و, واكيد هو ده, مش ده انا اقصده المتى 28 يقول لهم ايه الرب يسوع؟ م. يقول لهم فاذهبوا وَتَلْمِزُوا جميع الامم وعمدوهم باسم مين؟ الاب آب. والابن والروح القدس م. ده الثالوث طيب بولس الرسول نعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون مع جميعكم تعالى لكلوسي تعالى لكل العهد الجديد انا مش هروح للعهد القديم م -م. انا هكتفي بس العهد الجديد كله من اوله الى اخره في العهد اللي ذكرت في الايه عن الثالوث يتحدث عن عقيده الثالوث لكن هل الايه دي موجوده موجوده في بعض المخطوطات م -م. هل مش موجوده في مخطوطات كتيره نعم مش موجوده في مخطوطات كتيره هل في حصل خطا في النسخ حصل خطا في النسخ هل نحطها احطها طب لو ما حطتهاش ما أثرتش دي المهمة في حاجة. بقى لو ما اتحطتش ما أثرتش على في حاجة لأن عندي آه العهد الجديد مليان إثباتات على الأب والإبن والروح القدس و وده دليل على أمانة الأمانة العلمية للنص م نحن لا نضع أي شيء بص ال زي ما قلت احنا ما عندناش أبدا مشكلة م في, ال في اللي بيتقال ما عندناش لأنه ال هذه الاختلافات لا تؤثر على العقيدة ولا ولا تؤثر على الإيمان المسيحي وممكن نتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي الاسبوع اللي جاي أكيد. لو رب ادانا اسبوع ممكن انا عندي كام حاجه كنت حابب اخلصهم بس طبعا هنكمل؟ الوقت ممكن نكمل فيها طيب بشكرك على... دكتور اشرف على وقتك وعلى يعني دراساتك حلو. ومجهوداتك برغم غياب التكنولوجيا النهارده <applause> بس النهارده كان افضل من التكنولوجيا كمان خلاص <applause> خدت راحتك شويه بتبقى مقيد بالتكنولوجيا <applause> ربنا يباركك يا دكتور <applause> اشرف على خزيق. كل اللي ربنا يبارك عزيزي المشاهد كل ما نبحثه يجعلك تبحث ايضا ويجعلك تفتش علشان يعني علاقتنا بالكتاب المقدس مش مجرد تعزيات وبركات فقط ولكن عايزين كمان نكون بنبحث اكتر وندور لنجيب عن كل الاسئله اللي بتدور حوالينا نلتقي معكم في حلقه قادمه بنعمه الرب يسوع ليكم مني كل الشكر